جميله دور، اهلا بيكي النهارده معانا في الاخبار. اهلا بيكي، ميرسي. مشاركتك النهارده في مهرجان السينما الافريقيه اضافه حقيقيه لمشوارك وكمان لمهرجان السينما، مين اللي دعاكي؟ والله هو طبعا يعني كلمني الاستاذ سعد هنداوي المخرج الاول، لانه صديقه طبعا، اشتغلنا مع بعض وعملنا مسلسل زي الورد. وهم الحقيقه المهرجان دعاني السنه اللي فاتت كمان، مهرجان الاقصر، ويعني السنه اللي فاتت كنت بصور وكده فما عرفتش ابقى موجوده. السنه دي هحاول ابقى موجوده في المهرجان نفسه طبعا، والدعوه اتوجهت لي من مدير المهرجان ومن كل يعني القائمين عليه، انه احنا النهارده مؤتمر صحفي طبعا، لسه المهرجان ما ابتداش. وانا سعيده ان المهرجان بيتعمل في الاقصر، لان انا بحب الاقصر واسوان جدا، وزرتها كذا مره ومنطقه جميله فعلا. وانا شايفه ان فكره المهرجان ده بالذات فكره حلوه قوي، لانه ممكن كمان يساهم في تنشيط السياحه، بيلقي الضوء اكتر انه الضيوف كلهم هيجوا من مختلف البلاد الافريقيه والعربيه، هيتم استقبالهم في الاقصر اللي هي يعني بجد ساحره وجميله، واحنا محتاجين ده للثقافه، للفن، للسينما، للسياحه. وبعدين السينما الافريقيه بالذات انا كتونسيه متعوده عليها، لان احنا عندنا مهرجان قرطاج بيهتم جدا بالسينما الافريقيه، ودلوقتي برضو في مصر بيهتم يعني المهرجان بالسينما الافريقيه، وده مهم لان احنا يعني كبلاد شمال افريقيا عندنا علاقه بالبلاد العربيه وكمان بالبلاد الافريقيه، ومصر تعتبر مناره يعني بالنسبه لافريقيا وشمال افريقيا. ف يعني انا سعيده بوجودي رغم انشغالاتك الكتير وانشغالاتك الفنيه على وجه التحديد، لانك بتحرصي دايما على التواجد في كل تقريبا المهرجانات اللي بيتم دعوتك. مش كل المهرجانات الحقيقه يعني، لا ما مش بتواجد في كله، بس يعني بحاول على قد ما اقدر لما ظروفي بتسمح ومواعيدي بتسمح ان انا البي دعوه، لان ده بيزود لي انا يعني في رصيدي ثقافيا وفنيا، لانه الواحد بيحتك بمبدعين وبيحتك بيتفرج على افلام وبيشوف تجارب تانية. بس وكان ممكن يعني ان انا احضر النهارده وان انا هقدم لجنه تحكيم المهرجان، لانه يعني برضو في كذا في فنانين موجودين دلوقتي في المؤتمر عشان يقدموا، عشان يعرفوا الناس والصحافه والاعلام ايه هو المهرجان، الدوره السنه دي بتتكلم عن ايه، مين لجنه اعضاء التحكيم، الافلام المشاركه والحاجات دي. هل مش هنشارك في لجنه التحكيم؟ لا مش هنشارك في لجان التحكيم، ما افتكرش يعني، لانه اولا يعني الوقت مش سامح بكده، وبعدين لا هو الحقيقه لجان التحكيم فيها اساتذه كبار جدا، يعني اللجنه اللي انا هقدمها هيكون فيها الفنانه ليلى علوي، ويكون فيها الاستاذ المخرج يسري نصر الله، ده دول من مصر، وهيكون فيها من تونس مفيده تلاتلي المخرجه المتميزه كمان، ومخرجين افارقه، فيعني ناس طبعا كبيره وعظيمة وأساتذة بنتعلم منهم. يعني حصل انفصال فني بينك وبين مصطفى شعبان بعد إمضائك لعقد عصر الحريم؟ هو والله لا مش انفصال فني بيني وبين مصطفى شعبان، بالعكس يعني، ويعني وارد ان احنا نتعاون مع بعض تاني ونشتغل مع بعض تاني. والحقيقه يعني كل ما يعني الانفصال صعب، لان تلاقي كل الناس والجمهور وكده حابين ان احنا نعمل حاجات مع بعض. والحقيقه برضو يعني مصطفى زميل وصديق، ويعني هو عصر الحريم حاجه تانية مهمه طبعا بالنسبه لي انا في كاريري الفني، لانه انا حبيت الروايه جدا، هي رواية اسمها رمزة بنت الحريم، هي رواية قديمة شوية، بس بيكتب السيناريو بتاعها مصطفى محرم، والمخرجة إيناس الدغيدي طبعا مخرجة مهمة يعني، وأول مرة تعمل أول مسلسل تلفزيوني ليها، فأنا حبيت أخوض التجربة، وإن شاء الله يعني هيبقى مسلسل جميل، لأنه كمان مختلف، وحتى الدور اللي أنا بقدمه والأجواء كلها بتاعت المسلسل هتكون مختلفة شوية بالنسبة لي وبالنسبة اللي متعودين عليه في مصر. يعني ماذا عن السينما يا دول؟ السينما موجودة لسه طبعا، بيتعرض مصور قتيل وحفلة نص الليل، ويعني في إن شاء الله مشاريع، يعني أنا دلوقتي بصور أصلا فيلم فارس أحلام، وتوقفنا شوية في النص كده وحنرجع نصور بكرة، فيعني الحمد لله بحاول أعمل أعمال جيدة وأدوار متنوعة على قد ما أقدر. بإذن الله بالتوفيق يا دورو، يا رب دايما معانا في الأخبار. ميرسي، ربنا يخليك.